أكد المستثمرون في المناطق الحرة عدم وضوح بعض مواد قانون ضريبة الدخل الذي أقر مؤخرا حول خضوع تجارة الترانزيت ومعاملات التنازل بالمناطق الحرة للضريبة أو عدم خضوعها. وخلال اجتماع عقد في هيئة المناطق الحرة أكد المستثمرون أن قانون ضريبة الدخل يتناقض مع الهدف الذي أنشئت لأجله هذه المناطق، ويعتبر ضربة قاسية للمستثمرين وطاردا للاستثمارات، ما سيضعف الاقتصاد ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي التي تنادي به الحكومة. وطلب الحكومة العمل التوصل إلى توافق حول آلية استيفاء الضريبة كنسبة مقطوعة أسوة بقطاع الإنشاءات في الأردن. إيجابية وجيدة والجميع. عندما تخضع مستثمرين أتوا إلى الأردن للاستثمار حسب قانون الاستثمار رقم 30/2014، ومن ثم اليوم يتفاجأ أنهم اليوم أخضعوا لضريبة الدخل، وهذه كما ذكرت سابقا أعتقد أن راح تضر بالاستثمارات الأردنية، راح محتمل أنه يخرج بعض المستثمرين إذا ما تم تطبيق قانون الضريبة عليهم. راح يكون في هناك ميزة نسبية في مناطق حرة أخرى، سواء كانت في المناطق الإقليم أو مناطق أخرى. لذلك الأساس بالمناطق الحرة إنها مناطق لا تخضع لأي أنواع من أنواع الضرائب. إحنا القطاع الخاص للأسف نقول إنه الحكومة أخطأت في فرض رسوم على المناطق الحرة. المناطق الحرة عالميا تعريفها هي مناطق حرة معفاة من الجمارك والضرائب كاملة.